والله لا أعلم ماذا أقول. هؤلاء في إفريقيا إلى الآن ما زالوا يعبدون الأرواح وهذه العبادات التقليدية. فأنا أسأل الله عز وجل أن يهديهم، وأسأل الله عز وجل أن يأخذ برواسيهم من هذا الدين الذي يعبدون فيه الأرواح ويعبدون فيه الأصنام ويعبدون فيه هذه الأمور إلى عبادة الله عز وجل وحده. ولذلك أنا أطلب من الدعاة في كل مكان، أيها الدعاة المخلصين الله عز وجل، ما زال أمامكم الكثير من الناس لا يعرفون دينهم ولا يعرفون الله عز وجل ولا يعرفون هذه الأمور. فالله الله في هؤلاء، والله الله أنا أشفق عليهم، والله الله الله في هؤلاء حتى نستطيع أن نأخذ بأيديهم من الظلمات التي يعيشون فيها كما ترون إلى نور الإسلام. والله هؤلاء، والله هؤلاء يحتاجون إلى من يدعوهم، إلى قلب صادق، إلى من ينفق عليهم حتى يستطيعوا إن شاء الله تعالى أن يطهرهم من هذه العبادة، عبادة الأرواح والأنجاس. أسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يأخذ بنواصيهم من الظلمات إلى النور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.